صباح الخير طلابي، طلاب صف سادس ألف وجيم وها. هذا الفيديو نقوم بشرح درس طاقة المياه الجارية، بعد طبعا ما خلصنا الدرسين اللي هما طاقة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللي بعتلكم إياه، وإن شاء الله يكون كل أموره واضحة. أي حدا بده أي إشي ياريت يبعتلي على مايكروسوفت تيمز. هلا رح نبدأ. أول إشي هاي الطاقة اللي هي ثالث طاقة من مصادر الطاقة المتجددة، زي ما حكينا قبل طاقة المصادر المتجددة هي اللي بنبحث عنها، زي ما شرحنا لعدة أسباب، منها إنه طاقة المياه، طاقة الطاقة الغير متجددة احتراقها يسبب تلوث البيئة، كما إنها رح تنفذ في يوم من الأيام، وبعت لكم التواريخ المتوقع إنها تنتهي. فهي زي ما حكينا مش كتير بعيد موضوع نفاذها، عشان هيك الإنسان لازم يبحث عن مصادر الطاقة البديلة. رح نشوف فيديو كيف ممكن أنا أستفيد من طاقة المياه الجارية، وركزوا لي على كلمة جارية، لازم تكون المياه جارية، طاقة المياه لازم تكون جارية. أي مياه مش جارية زي مياه البرك مثلاً، ما بعتبرها إنه بيكون عندها طاقة. طاقة البحر ما بعتبره إنه يكون عنده طاقة، المياه إلا إذا كان في أمواج. رح نشوف هذا الفيديو بعدين نكمل.